كثيرا ما تحدثنا عن الواقع التعليمي الصعب في العراق، لكن هذه المرة الحديث سيكون بصورة مغايرة إلى حد ما. موضوع اليوم بشأن مدارس جرى هدمها ولم يكتمل بناؤها، فتحولت مكبات للنفايات وأماكن لرعي الأبقار وتجمعات للكلاب السائبة. كل هذا في الوقت الذي تجد المدارس في العراق فيه إرهاقا، كون أن بعضها يتكبد عناء الدوام فترات ثلاث، ويصل عدد الطلاب في الصف الواحد أزيد من 50 طالبا. هذه المدارس المعلمة بعد تخرجها من الكلية تعلم الأجيال كيف يحلبون الهايشة، كيف يحلبون البقرة، كيف يرضعون العجل، كيف يصعد العجل إلى الطابق الثاني. هاي المدارس حالها في عراقنا العظيم.